اللهم صل على سيدنا النبي. معلش، واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر، كل يوم بنتقابل قبل الفجر بدقائق، بناخد نية قيام الليل وبناخد نية حضور مجلس العلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عندهم. والعلماء علمونا أن قيام الليل في طلب العلم أشرف من النافلة. بنتقابل كل يوم وإحنا عندنا رجاء: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإحنا بنحاول نقوم الليل في إحياء الليل في طلب العلم. عايز أتأكد بس إن إحنا طلعنا على الهواء. أيوة، الحمد لله يا رب العالمين. بسم الله. النهاردة عندي معنى كنت بقرأه عن صفة من صفات ربنا اللي مش مشهورة عند المسلمين. المسلمين يعرفوا ان ربنا رحيم، يعرفوا ان ربنا كريم، يعرفوا ان ربنا غفور، صفات مشهورة تكررت كثيرا في القرآن. لكن في صفة ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم عن ربنا سبحانه وتعالى مش مشهورة في لسان الناس، ألا وهي: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يداه فيردهما صفرا خائبتين. صفة الحياء، إن ربك الجبار القهار المهيمن على الكون عنده حياء، من صفاته صفة الحيي، وبيستحي من العبد. وأنا الحقيقة عاجز عن وصف صفة الحياء عند ربنا سبحانه وتعالى، وما عنديش من الألفاظ اللي تساعدني وتسعفني لوصف حياء ربنا. لكن العلماء علمونا صور لحياء ربنا سبحانه وتعالى ذكرت في القرآن والسنة، على رأسها إن ربنا بيستحي منك، لو طلبت منه حاجة يستحي يردك. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أي حد يدعي دعوة بتروح في ثلاث اتجاهات: لو فيها خير ربنا بيديها لك على طول، أو ربنا سبحانه وتعالى بيأخرها لك ثم يعطيها في وقتها، يديها لك، ده إجابة واحدة، يديها لك أو يديها لك بعدين، أو إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربنا يعطيك ما هو خيرا منها، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك من البلاء ما كان يساوي فرحتك بالعطاء ده. يعني في بلاء نازل كان هيحزنك، بعد البلاء عنك يفرحك فرحة قد العطاء اللي انت دعيت بيه، فربنا يكشف عنك من البلاء مثلها. أو إن ربنا سبحانه وتعالى يأخر لك الدعوة اللي انت دعيتها دي فيديك مكانها أجر يوم القيامة، فتروح عند ربنا تلاقي أجر من غير حسنات. ده إيه ده يا رب؟ ده مكان صبرك ورضاك على دعوة ما كانش فيها خير ليك ومدتها لكش، لكني أنا عندي حياة، أنا حيي ما ردش إيديك، فديك أجر عنها يوم القيامة. يبقى يديها لك على طول سبحانه وتعالى أو بعدين، أو يديك اللي أحسن منها، لأنه يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أو يكشف عنك من البلاء ما يساوي فرحتك لو كان جالك الدعوة دي، أو يأخرك الأجر يوم القيامة فتفاجأ بدرجات عالية بسبب صبرك ورضاك عن عدم استجابة الدعوة اللي أصلا كان فيها شر في الدنيا. دي صورة من صور حياء ربنا. لكن الحقيقة النهاردة من صور حياء ربنا سبحانه وتعالى اللي توقفت معاها في كتاب الله، حياء ربنا هو بيتكلم معانا. الله على كل شيء قدير، له الخلق والأمر، لا يسأل عما يفعل. لكنك تفاجأ أن ربنا هو بيأمرنا بيخفف علينا الأوامر بكلام لطيف قوي. ولله المثل الأعلى. عارف لما يبقى عندك مديرك أو أبوك ليه سلطة كبيرة قوي وليه هيبة كده، بس لما بيجي يطلب منك حاجة بيقعدك ويشرح لك، هو في نفسه عنده حياء، فهو بيأمرك بلطف شديد جدا وبرقة وبمودة. أبوك، فما ظنكم لما تسمع أمر فيه لطف ومودة من ربنا تفهم يعني إيه حياء الآمر سبحانه وتعالى. يعني مثلا في القرآن، بمناسبة إن احنا في رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ممكن تمشي الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لكن الآية مش كده. ربنا قال الأول أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. إيه أياما معدودات؟ عارف أنا لما بقول لك إيه، أنا عايز طلب ولله المثل الأعلى، يعني أشرح لك، يعني طالب منك طلب ومش هنتأخر عليك. بص يلا هندرس مع بعض حاجة ومش هنطول عليكم، احنا طالعين مع بعض خاطرة الفجر وهما بسرعة جدا، وهسيبكم تروحوا للفجر. طب الله، وانا ببرر ليه وبشرح ليه حتى ينزل الامر او المهمة بردا وسلاما. اي كم يوم بس؟ اياما معدودات. ده مش بس كده، في سورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الغسل والوضوء. بعض الناس في العصور عبر العصور كانت بتعترض، تقول ايه ايه علاقة الوضوء بالصلاة؟ هو انا لازم عشان اخش على ربنا ابقى متوضي؟ يعني لازم عشان اخش في حضرة اللي اغسل وشي وايديا ورجلي فكان بعض الناس ما تفهمش يعني ليه ربنا امر امر زي ده. فيجي الامر الالهي اللطيف وكأن ربنا بيشرح لنا انه مش بيشد علينا ولا في تعنت، انما ده لمصلحتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وان كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بص بقى اللي جاي دي، بص حياء الآمر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ده مش تشديد عليكم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لما تقول لواحد ولله المثل الأعلى، إحنا مش بنشد عليك، الأمر ده عشان مصلحتك، وانت لما تجرب كذا مرة هتلاقي انك انت اللي مستفيد. مين اللي يفرض على الامر انه يشرح؟ ما يأمر اللي هيعمل كده يخش الجنة واللي مش هيعمل يخش النار، وهو ده اللي موجود. لكن الحقيقة ان ربنا سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي، زي ما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لك يأمرك بالوضوء بعدين يشرح لك هو ليه أمرك بالوضوء، وان ده لمصلحتك مش مجرد تشديد او تعنت عليكم. اما الآية الأخيرة اللي لاحظت فيها لطف الخطاب جدا من ربك الحيي، يوم ربنا في سورة الصف في الجزء 28 كان بيقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. علمونا الناس زمان بتوع البرزنتيشن سكيلز إن إحنا لما نيجي نطلب من حد حاجة علشان ما ينزلش الأمر كأني بتحكم فيه، أقوله في سورة اقتراح، ايه رأيك لو عملنا كذا؟ فيقول لي اه، فكأنه هو الموضوع طالع منه يعني. ولله المثل الأعلى، ألا له الخلق والأمر. ليه ربنا يقول لنا هل؟ شوف ربنا، شوف جمال ولطف الخطاب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله إلى آخر الآيات. بس شوف لما ربنا يقول لك، تحب أقول لك هل أدلكم؟ ما أجمل وما ألطف وما أرحم وما أكرم هذا الخطاب القرآني. سبحان الله، إذا كان الآمر حيي وهو يأمر، فالمأمور أولى أن يستحي ويستجيب. إذا كان الآمر بيقول لك أنا مش هشدد عليك ولا بتعنت معاك، إنما أنا أريد أن أطهرك، فالمأمور أولى أن يطهر نفسه حتى يصلح أن يكون بين يدي الرحمن. زمان الملائكة لما ربنا قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اسمع، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالعلماء بيقولوا يعني إيه نقدس لك؟ قالوا نقدس لك أي نطهر أنفسنا دائما حتى نصلح أن نكون عبادك. عارف لما واحد يبقى رايح عزومة فيبدأ يكوي اللبس ويتشيك ويحط برفان حتى يصلح أن يقف بين يدي الكبراء، مش رايح كده بأي حاجة كده ولبس مش نظيف. ونحن نسبح بحمدك يعني ننفي عنك أي نقص، ونقدس لك وننفي عن أنفسنا أي تقصير أو نقص حتى نصلح بين يديك. يا إلهنا يا صاحب الجمال والجلال والكمال. فأنا النهاردة كان في بالي كده أكلمكم عن حياء الرحمن سبحانه وتعالى. وإذا كان الرحمن حيي فالأولى أن العبد كمان يكون حيي. عندي بعض الأسئلة اللي عايز أجاوب عليها. كل ما أعامل الناس بطيب بنية طيبة يعملوني، يطلعوا مش كويسين ونياتهم وحشة، أعمل إيه؟ يا صاحب أو صاحبة السؤال،
بلاش تحكم على النوايا، خلي الحكم أحسن على الأفعال. الحكم على النوايا صعب، والعلماء قالوا كده: إذا كان الإنسان قد يصعب عليه معرفة نيته التي في صدره هو، فكيف يتسلط، يعني فكيف يتصور أنه يستطيع، فكيف يتسلط على معرفة نوايا الآخرين؟ خلي الحكم دايما على الفعل، وتعالوا نعبر فكرة النيات. والله أعلم. بدع ربنا بخشوع، بس عاوز أعرف هل الدعاء ده بيتقبل ولا لأ، وأعرف منين إن ربنا راضي عني. أي دعاء بتدعيه أكيد فيه الدعاء كله خير، زي ما شرحت لكم من شوية اتجاهات الدعاء بتروح فين. أعرف منين إن ربنا راضي عني؟ لو أنت راضي عن ربنا يبقى راضي عنك، لأن ربنا قال في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال العلماء: لن تستطيع أن ترضى عن الله إلا إذا رضي عنك، لأن هو قال لك رضي الله عنهم الأول ورضوا عنه. فلو أنت راضي عنه اعرف إن هو راضي عليك، لأنه رضي عنك فسمح لك أن ترضى عنه سبحانه وتعالى. واحد يقول يعني ايه راضي عن ربنا؟ يعني راضي عن افعاله. يعني لو في يوم من الايام واحد قال لك هدعوك لاله ارحم واكرم من الهك، تقول له ابدا، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله، ليس في الكون اله الا الله، ولا ارحم ولا اكرم من ربي. ده معناه انك انت راضي عن ربنا، حتى لو بتخوض تحديات في الحياه فيها حزن وفيها الم وفيها تمني ان تزول هذه التحديات ويكشف عنك الكربه، لكنك لا ترضى من سوى الله اله اخر، يبقى انت كده راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. قصرت كتير في حق ابويا وامي، اعمل ايه؟ نفسي اعوضهم بس اكيد هم مش هيقبلوا. استمد من الله. روح وبرهن لابوك وامك عن صدق نيتك في انك عايز ترضيهم. وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانت عليك البذل والنتيجه على ربنا سبحانه وتعالى، وما تحملش نفسك فوق طاقتك. الله، نكتفي بهذا القدر، هكمل بكره بقيه الرسائل. كنت بكلمكم النهارده في الخاطره عن حياء الرحمن. وصل اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين. ما تنسوش تتابعوا حائر على اون اي. الحمد لله رب العالمين. يلا، السلام عليكم. الله، بسم الله.